من ضمن السبعين المترجمين. فجعلت الآية أشعياء نبيها العذراء تحبل وتلد و عذراء تحبل، ما يخشش عقل الإنسان، ما صدقش، ما شفتش عذراء عندما بتفتن تحال. وبدا سمعان يفرح لما تشوف السلام والفرح والبهجه، عايش على هذا الرجاء سمعان الشيخ. ولما دخل يوسف النجار والعذراء يقدموا تقدمات حسب الشريعه للهيكل، سمعان هي العذراء شايله طفل، حملوا على ايديه وقال الان يا رساله المسيحيه يا احبائي هي رساله خلاص. وفتح الرب القدوس وقيض الشيطان ورماها في الجحيم وكسر ابواب الجحيم وفتح باب الفردوس. وحتى الآن لبسط اليمين اليوم تكون معي في الفردوس وعرف وبارك فيكم كل سنة وانتم طيبين. بنشكر إخواتنا المحبين اللي جايين عيدوا عليكم، الأخت حكمة علي ممثلة عن بيت العائلة، والأخت سعاد أحمد من مديرة العلاقات العامة مجلس المدينة، والأخت عماد جاد ممثل اتحاد شباب مسبيرو، والأخ حسن فتحي مصور لبوابة الوطن، الأخت أسماء خليل بوابة روزا يوسف وقناة أنتي دي. كل سنة وأنتم طيبين، ونشكرهم على محبتهم وتعبهم ونشكرهم معاكم نحييهم. كل سنة وانتم طيبين. في خروجنا لما نخرج هنخرج من ثلاث أبواب، الباب اللي عند السنترال، الباب الأوسط، الباب اللي عند سعد، برجاء محبة نخرج من الأوسط. نفرح قد ايه الناس الصغيرين والولاد عمالين يشاركوا بالدف والترينتو، حاجه جميله. قد ايه الناس في البيوت قالوا لي كنا بنقف لما يقول الاب يؤنس اقف ونسبح معاه. بيقول لك ولا ينزع احد فرحته منكم، ايه الجمال ده؟ شفتوا الكنيسه عامله ايه؟ لذلك احنا عايزين نفس نمط اللي فرحته فرحكم منكم. احنا ربنا هو اللي حفظنا، هو اللي خلصنا، هو اللي طهرنا، هو اللي لقانا، هو اللي دخلنا. صدقوني هو اللي شأننا بعملته ورعايته وملاك وحفظنا طول الايام. بولس الرسول يقول اسر بالضيقات، اسر بالضعفات، اسر بالشتائم، بالضرورات، بالاضطهاد، بالضيقات، لأن